مشاهدو قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من منطقة عين دياب. في اخر 10 ايام شهر رمضان، شهر الغفران، شهر الفضيل اللي ما بقى له والو ويسالي، 10 ايام نتمنوا من الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صيام هذا الشهر الكريم. فاليوم هنا بالمنطقة ديال عين دياب، صحاب الكراسة وصحاب باراسولات كيستعدوا لاستقبال المغاربة من أجل الإفطار الجماعي اللي كيكون هنا يوميا في المنطقة ديال عين دياب، وبالأخص نزهة. المنطقة الشهيرة على صعيد مدينة الدار البيضاء هي نزهة، كيجيو لها بزاف ديال المغاربة كيفطروا كيدوزوا وقيتة زوينة مع بعضياتهم. اليوم صحاب الكراسة وصحاب باراسولات كيستعدوا لاستقبال أكبر عدد من المغاربة اللي غادي يفطروا هنا في البحر إفطار جماعي. الله يتقبل من الجميع والله يسهل على الجميع. فالأجواء هنايا جد رائعة بالنسبة للعشران الصحاب الأصدقاء ما بيناتهم، العائلات اللي كيهبطوا كيدوزوا واحد الوقيتة زوينة هنايا، كيفطروا مجموعين، كيلعبوا كرة مجموعين، كاين اللي كيمشي يعوم في البحر. المهم الأمور مزيانة وعلى ما يرام، فالله يتقبل من الجميع والله يسهل على الجميع. فرمضان ما بقى ليه والو ويسالي، الله يتقبل منا ومنكم صيام هذا الشهر الكريم، وسعدات اللي دار شي حاجة زوينة في هذه الدنيا هذه. نيانتوما دغيا 20 يوم تقريبا داز من رمضان دغيا، يعني سد عينيك حلا الغد لي العيد، بعدو العيد الكبير، يعني الوقت غدا كتجري. اللي دار شي حاجه زوينه في الدنيا سعداته والله يسهل عليه. فصحاب كراسة صحاب باراسولات راهم كي قادوا البلايص كيهبطوا الكراسة، لأنهم مبقاوش كيحطوهم هنا في البحر، السلطات المعنية بالأمر راه منعاتهم، فكيخليو لهم غير ديك الوقيتة ديال الفطور. من بعد ما كيسالي الفطور كلشي كيهز الكراسة ديالو وكيطلعهم كيحطوهم في بلايص بعاد على البحر. راكم عارفين الحملة ديال تحرير الملك العمومي داز ما خلات حتى شي حاجة، اللي شاد شي بلاصة ديال الدولة كيحيدوها ليه، انه هذا ملك عام ماشي ديال واحد او لجوج الناس، فهو ديال كل شيء. فالمئات ديال الناس اللي كيهبطوا يوميا للبحر كيفطروا كيبقاو من مول الفطور ناشطين مع بعضياتهم كيساليو كيطلعوا المنازل ديالهم. لحد الان ما كاين حتى شي مشكل، ما كاين حتى شي فوضى، ما كاين حتى شي حاجه. رجال الامن راهم دايرين شغلهم، يعني راهم في دوريات امنيه بشكل مستدام هنا على طول الشريط الساحلي. الفرقه الخياله والفرقه ديال الدراجين الكواد يعني راهم كيدوروا هنا في البحر، اين فوا كتبان لهم شي حاجه ماشي تلهيه راهم كيدخلوا على الخط. فبرافو للعناصر الامنيه بمنطقه اونفا، برافو لهم تبارك الله عليهم. يعني التعليمات ديال رئيس منطقه امن اونفا راه واضحه، كذلك حتى العناصر اللي واقفين هنا راهم خدامين، راه ما كاينش الحس ديال المشكل. فبرافو للعناصر الامنيه ديال منطقه اونفا، برافو لهم تبارك الله عليهم، كيديو الواجب المهني على اكمل وجه. يعني كيف ما كتشوفوا معنا الفرقه ديال الخياله راهي، يعني هادو العناصر الامنيه ديال منطقه اونفا فرقه الخياله اللي كيديروا دوريات امنيه بشكل مستدام هنا على طول الشريط الساحلي. ان فوا كتبان لهم شي حاجه ماشي تلهيه فراهم كيدخلوا على الخط.
ونشكرهم على هذه المجهودات اللي كيقوموا بها، تبارك الله عليهم، والله يتقبل منا ومنكم. مرة أخرى غنوصلوا على نهاية هذا البث المباشر، نلقاكم في بث آخر إن شاء الله. تبقوا على